الله يشفي والله يشفي الله يشفي يا بس ما ادري ليش يبوس الصلعة بس ها؟ يبوس الشعر يبوس يبوس الصلعة ما احنا مشعل ابتسم يا جماعة الخير تاخذوا لي سوري الرجال شيء لا لا تقتلوا الرجال شيء محمد علي وانت قاعد قلب رجلها بلا بعدين ليش تضرب الولد؟ ما مغرضها والله ما دقيت قال لها الدكتور برجلها ملاح برجلها ملاح برجلها ملاح اول مره اسمع الدكتور قال لك بينك ملاح انا ملاح بالرجل داخل العظام ها ملاح كل الناس يقولوا بالكلاب هذا انا من فخر سنين ملاح احكي له ازمه ملاح احزان بالفدقة آخر حبة بجميع آخر حبة والله آخر حبة يا محمد يلا دلنشرة هيا دلنشرة نشرة الرياضية أي شن دلنشرة لو سمح اي احزان ايش حصل اليوم بعد ما دي زيد قول لي ايش قال لك الدكتور وايش برجلك الدكتور قال بأملاح بيني برجلك بقاعد رجلك كلها بالوسط وضاطب ملها ما يشتغل اعمل لي ما نزل 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 يا حزام حزام اللي اشحر وحزام 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 كيف بدك يا ملاح وحزام جزاك الله يا ولي حزام صالح